مجلتنا من 40 سنة كيف كانت مجلة الأهلي في ديسمبر 1980؟ يعني انت عايز تقول لي ان مجلتنا ربط جميل ترسخ لتقاليدنا الإعلامية. ايوه اتفضل نشوف مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في ديسمبر 80 كان فيها ايه. في مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في العدد الصادر في يوم الأربعاء بتاريخ 10 من شهر ديسمبر لعام 1980 والذي يحمل رقم 355 بسعر 10 قروش، جاء في غلاف العدد صالح سليم يتكلم، وكان الحوار عقب نجاحه في الانتخابات الشرسة التي واجه فيها الفريق عبد المحسن كامل مرتجي الرئيس السابق قبل تولي صالح سليم المهمة رسمية. وكانت أولى كلمات صالح سليم بعد النجاح ثقتي كاملة في الجهاز الفني وفريق الكرة. وفي الغلاف أيضا مرحبا بصالح سليم رئيسا للأهلي، والوعي الرياضي والانتخابي العظيم يتجلى في انتخابات أبو الأندية. وكل هذا كان يتواكب مع مباراة للأهلي أمام المنيا في بداية الدور الثاني للدوري، وكتب الأستاذ نجيب المستكاوي رئيس التحرير مقالا بعنوان بالأمانة والشرف أصدرنا الأهلي وبالتوفيق ندعو لها. وفي تغطية الانتخابات أيضا هذه هي تقاليد الأهلي وجو هادئ يليق بأبو الأندية. ورصدت المجلة على صفحتين 40 ساعة مع انتخابات الأهلي أكبر جمعية عمومية في تاريخ الأندية، وصور لنجوم فريق الكرة وحضورهم الجمعية العمومية. وفي حوار شامل لصالح سليم عقب الانتخابات جاء فيه صالح سليم يضع النقاط على الحروف: أرجو الجميع التريث لأننا لا نملك عصا سحرية، اهتمامنا سيكون لكل الألعاب وليس للكرة فقط، المباريات القادمة سيؤديها الفريق بروح وهمة وعزيمة جديدة، إني متأكد من أن جمهور الأهلي سيقف وراء فريقه، وأيضا واثق من أن فريقه لن يخذله أبدا. شوف لما تقرأ الكلام، أولا ده كان أول حديث الكابتن صالح عقب انتخابه في أول ولاية له رئيس تحرير، كان الأستاذ نجيب المستكاوي تحدث إن إحنا هندير هذه المجلة بالأمانة والشرف ونتمسك بالتقاليد ونرجو التوفيق. هل ده كلام ما بتسمعهوش النهاردة؟ هل ده كلام مش مستمر لحد النهاردة؟ ألم يكن هذا هو الدستور الذي انتهجه الإعلام الأهلاوي منذ نشأة المجلة حتى اليوم مع تنوع الإصدارات والأساليب أو الوسائل الإعلامية؟ هو لما تشوف الكابتن صالح، وهو على فكرة الكابتن صالح نزل قدام الفريق مرتجي مرتين، أول مرة لم يوفق ونجح الفريق مرتجي، فلم يحدث أي نوع من أنواع الصدام ولا التوتر، والناس الأهلي عاش فيه هدوء وسلاسة، وانتظر الكابتن صالح 4 سنين وعادة مرة أخرى ينجح وأيضا يعيش النادي الأهلي في هدوء وسلاسة، ولم يحدث أي نوع من أنواع التوتر، ويبقى الفريق مرتجي حتى لحظة وفاته حريصا على التواجد اليومي ولكن بشكل لا يثير أي مشاكل. هذا هو الأهلي، هذه هي التقاليد. والكابتن صالح يتحدث عن عظمة الجمعية العمومية وإنها دائما تضرب الأرقام القياسية أستاذ إبراهيم، وإن هو ده النادي الأهلي مبني على يا جماعة تقاليد راسخة، هو ده اللي عمل التاريخ ويحدد خريطة المستقبل. عشان كده يمكن المجلة كمان الشهر القادم في مارس بتدخل عيد ميلادها، كان من المهم ان احنا نرتب لكم لمفاجأة كبيرة جدا هتعرفوها وقتها، ولازم اللي هيحكي لكم عليها واللي هيكشف لكم عليها مؤسس المجلة المهندس عادل القيعي، بالتأكيد هتبقى مفاجأة كبيرة. بس انت صاحب المفاجأة، هنشوف هنعمل ايه، خلينا في وقتها لانه خلاص مارس على الابواب، وهتشوفوا حاجة تسعدكم وحاجة تخليكم دايما وابدا شايفين الاهلي كان عامل ازاي ومتابعين لكل اللي اتكتب واللي هيتكتب عن الاهلي
بشكل إن شاء الله يسعدكم ويوصل لكم المجلة أينما كنتوا في أي مكان في العالم.